النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. ينتهي الأسبوع بعطلة خريفية طقسها متقلب يثبت أن الصيف انقضى، وينتهي الأسبوع أيضا بتحضيرات لجلسة مجلس النواب يوم الاثنين، والتي تدرس مشروع القانون الضريبي بما يساعد في تمويل سلسلة الرتب والرواتب. واليوم كانت جلسة لمجلس الوزراء سريعة وقصيرة لكنها منتجة، ووفرت الاعتمادات لهيئة الإشراف على الانتخابات، كما وفرت سلفة مالية لأوجيرو. وفي الخارج، استمرت القمة الروسية السعودية في مقدمة الاهتمامات والمتابعات، وثمة من يقول إن نتائجها ستعطي موقعا جديدا في المنطقة. وقد اختتم العاهل السعودي محادثاته مع القيادة الروسية بلقاء مع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. في ختام الزيارة الملكية لموسكو، تأكيد سعودي على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط مع ما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام الأعراف والقوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الملك سلمان الذي عقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف أكد العزم على الدفع بالعلاقات مع روسيا لآفاق أرحب، مشيدا بالمباحثات المثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تم فيها الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معربا عن تطلعه إلى مشاركة موسكو في تنفيذ برامج رؤية 2030. ميدفيديف من جهته أعرب عن سعادته بالزيارة التاريخية للملك سلمان، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين والدفع لآفاق أوسع بينهما، معتبرا المملكة شريكا مهما لروسيا في مختلف المجالات. ميدفيديف أشاد بالمباحثات البناءة التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي، ودور تلك المباحثات الكبير في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة. نتائج زيارة العاهل السعودي لموسكو محور قراءات سياسية، وفي هذا السياق يقرأ الخبير في الشؤون الروسية يوسف مرتضى ريماندو. هي الزيارة الأولى لملك سعودي لروسيا منذ تأسيس المملكة، رغم أن روسيا كانت أولى الدول المعترفة بالمملكة في العام 1926. الزيارة في هذا التوقيت تحمل أكثر من دليل في الدولتين، ففي السعودية المقبلة على تغيير داخلي بين الجيل الأول والجيل الثالث تسعى إلى رسم سياسة خارجية جديدة، ولزيارة روسيا دلالة جديدة خصوصا بعد القمة الأمريكية الإسلامية التي عقدت في الرياض. المملكة العربية السعودية تدرك ما لروسيا من دور كبير في المرحلة الأخيرة في أزمات منطقة الشرق الأوسط، من خلال دور الروسي في سوريا تحديدا، ومن خلال علاقة الشراكة بين روسيا وإيران. والمملكة العربية السعودية تعتبر هناك يعني عاملان أساسيان مؤثران في أزمات الشرق الأوسط، العامل الإيراني والعامل الإسرائيلي، ولذلك هي تتطلع إلى تعاون خاص مع روسيا الشريك للإيراني بهدف المساعدة على تبريد أجواء أزمات المنطقة وتحديدا أزمة اليمن، لأنها تعتبر السعودية هذه أزمة داخلية في السعودية، وأيضا أزمة العراق وأيضا أزمة سوريا. وكذلك روسيا ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون قوي جدا مع إسرائيل، وبالتالي ممكن أن تأمل المملكة العربية السعودية من دور خاص روسي في الضغط على إسرائيل من أجل تسوية الأزمة الإسرائيلية أو الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي. أما لروسيا حسابات أخرى من هذه الزيارة التاريخية وأبعاد اقتصادية، تسعى من خلاله موسكو إلى تخفيف الخناق الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا تعتقد أن السعودية تلعب دور إيجابي في إمكانية المساعدة على حل الأزمة بسوريا، لجهة تأثيرها على المعارضات السورية في توحيد المعارضات للدخول بمفاوضات سياسية مع النظام من أجل تسوية معينة للأزمة السورية، أو لجهة إعادة الأعمار في سوريا، لأنه ما في حل حتى لو خلصت الحرب
إذا لم يعاد بناء البنى التحتية في سوريا من الصعب تأمين أرضية لعودة المهجرين والنازحين السوريين، وبالتالي الحرب لا تنتهي. ولكن ماذا عن الرأي الأمريكي في هذه الزيارة؟ تلكؤ الأمريكي في عملية الانخراط بأزمات الشرق الأوسط الناجم عن عدم استقرار الإدارة الأمريكية نفسها، حيث أن إدارة ترامب لم تستكمل بعد وأن هناك مشاكل كبيرة عند إدارة ترامب، وبالتالي هي تحاول بهذا الوقت أن تطور تعاونها مع فريق آخر دولي نافذ في المنطقة من أجل معالجة أزمات هي أيضا بحاجة إلى علاجها، لأيضا ضمان استقرار وضعه بنفس الوقت. إذن الزيارة تؤسس لعلاقات تعاون جدية في المستقبل بين الدولتين، ونتائجها ستظهر في المدى القريب. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية أكد أمام وفد اتحاد أطباء الأسنان في العالم أن طرح لبنان ليكون مركز حوار الحضارات هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن طرح جعل لبنان مركز حوار للحضارات والأديان والأعراق هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم في وقت تتطور فيه روح الكراهية والحقد والحروب، مشددا على أننا نعنى بثقافة الحياة. الرئيس عون أمام وفد نقابات أطباء الأسنان العربية والأجنبية المشارك في المؤتمر الدولي السنوي 27 لطب الأسنان الذي تستضيفه بيروت أكد أن هذا اللقاء الذي يضم أطباء من مختلف دول العالم في لبنان إنما يعبر عن المشاركة في النظرة الموحدة للحياة. الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف للأوضاع فيما استأذنه الوزير الصراف للسفر إلى مدريد تلبية لدعوة من وزارة الدفاع الإسبانية للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام لمناسبة العيد الوطني الإسباني، حيث سيرفع العلم اللبناني في العرض العسكري الذي يقام في العاصمة الإسبانية. وفي القصر الجمهوري نائب فريد الياس الخازن، وكانت جولة تناولت التطورات السياسية الراهنة وحاجات منطقة كسروان الفتوح، وتناول الرئيس عون مع مدير المركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل أدونيس حكرة أعمال المركز، لا سيما فيما خص حوار الحضارات والأديان والأعراق. إذن جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي قصيرة وسريعة وعادية ومنتجة في الوقت نفسه، وقد تم إقرار اعتمادات لهيئة الإشراف على الانتخابات كما أقرت سلفة لهيئة أوجيرو. تفاصيل نتائج الجلسة في هذا التقرير. رأس رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة بجدول أعمال عادي مؤلف من 63 بندا، وأقر سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لأوجيرو بعدما كانت 225 مليارا، كما أقر الاعتمادات المخصصة لهيئة الإشراف على الانتخابات. عقد مجلس وزراء جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وأقر جدول أعمال عادي، والجلسة المقبلة سوف يبحث فيها مجلس وزراء أمور الساعة كذلك في القصر الجمهوري. وقبيل الجلسة كان وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها. بس بدي أكد على النقطة المهمة التفاصيل، انتخابات بموعدها البحث بالآلية مش بموعد الانتخابات. أي بحث من القوى السياسية هو بحث بآلية تطبيق هذا القانون العجائب. ما زعل بطاقة المرأة؟ عم نقول هذه اني أحسب مع القوص. وزير التربية مروان حمادي قال من جهته إن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يتقاعسان في التعامل مع ملفات وزارة التربية، موضحا أن هناك مشروع مرسوم بالتحاق 207 أساتذة نجحوا في الجامعة اللبنانية والتحقوا بكلية التربية لكي يحلوا مكان الذين تقاعدوا هذه السنة في الثانويات، وأضاف إن الأمر مكبل 100% ولا أحد يعطي ملاحظات على آلاف المعلمين الذين تم تعيينهم في العهود الماضية.
أكد المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم خلال زيارته زحل اليوم أنه على مسافة واحدة من الأفرقاء السياسيين كافة، لا سيما في عروس البقاع زحل، مشيرا إلى أن زيارته المدينة تأتي بدعوة من رئيس ساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، وأقيم حفل تكريمي على شرف اللواء إبراهيم بحضور عدد من النواب والوزراء ورجال الدين والشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية. وكان اللواء إبراهيم قد استقبل باحتفال رسمي وشعبي حاشد أمام دار المطرانية على وقع الأناشيد الوطنية وفرق الخيالة. من المدن ففيها يقف الإنسان في حضرة شاعر الشعراء سعيد عقل ليحاور أو يجاور وادي أمير الشعراء أحمد شوقي. هي مدينة التاريخ المفتوح على التنوع والتعدد، هي عروس البقاع وقلبه وأمه الحامية ببركة السيدة العذراء إذا ما أحاط الخطر. رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد طالب بملاحقة ومحاسبة المسؤولين والمحرضين والمشاركين في الحادث الأليم الذي شهدته عاصمة الجنوب في اليومين الماضيين وأدى لسقوط ضحايا وتضرر ممتلكات وحرق أحد المقاهي، مشددا على ضبط السلاح المتفلت في المدينة ومقدما التعزية لأهالي الضحايا. وهذا ما يستدعي بداية توقيف كل المشاركين في الأحداث واستكمال التحقيقات من دون أي تأخير وتقديم المتورطين إلى المحاكمة، فيأخذ كل ذي حق حقه ويعاقب كل مذنب. ومن الضروري محاسبة كل من شارك في إطلاق النار وكل من تسبب في سقوط الضحايا وكل من شارك في أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات، كما تستدعي استعادة الأجواء الطبيعية، وقف محاولات التوظيف السياسي لما جرى خدمة لغايات سياسية فئوية خاصة. اتحادات ونقابات النقل البري أعلنت على لسان رئيسها بسام طليس من مقر الاتحاد العمالي العام أن الاتفاق المعلن مع المسؤولين لم ينفذ، وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف مزاحمة اليد الأجنبية ووقف العمل باللوحات المزورة سيؤدي إلى إعلان الإضراب بدءا من الغد. منقول له ما كان يجب أن ينفذ من قبل بعض المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ هذا الاتفاق في فخامة الرئيس لم ينفذ حرف من هذا الاتفاق. إذا ما دعت الحاجة لتحصيل حقوقنا والحفاظ على مكتسباتنا من بكرة الصبح نحن جاهزين نعمل إضراب وننزل على الشارع. وكل العالم تعرف أنه إذا ما قرر قطاع النقل البري الدعوة إلى الإضراب والنزول إلى الشارع بعتقد شافوا 3 أشهر اللبنانيين والمسؤولين انه قطاع النقل البري بسكر بلد. احييكم من جديد. في سوريا تابع الجيش النظامي وحلفائه العمليات القتالية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وسيطروا على عدد من النقاط والمرتفعات بمحاذاة مدينة الميادين التي تقع تحت سيطرة داعش. من جهته أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنه من المفيد توسيع عدد الدول المراقبة لمفاوضات أستانا حول سوريا، مثنيا على دور الرياض والقاهرة في توحيد منصات المعارضة السورية، واصفا خطة ترامب للخروج من الاتفاق مع إيران بالشائعة، آملا أن يكون قرار ترامب بشأن الاتفاق موزونا. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تحترم روح الاتفاق النووي الموقع بينها وبين المجموعة الدولية، مشيرا إلى توجهه لإعلان موقف من الاتفاق قريبا، ولافتا إلى اهتمامه بالتحديات في كوريا الشمالية وإيران. أصيب شاب فلسطيني قرب نابلس بالضفة الغربية بسبب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب وتم نقله إلى المستشفى. وككل يوم جمعة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد القدسي الشريف.
وفي باكستان قتل أكثر من 15 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين في تفجير انتحاري استهدف مركزاً دينياً. إلى ذلك وصف وزير خارجية باكستان تصريحات أدلى بها مسؤولون ومشرعون أمريكيون كبار شككت في عزم إسلام أباد على محاربة التشدد بأنها مزاعم فارغة، وذلك أثناء زيارته لواشنطن. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى العمل مع باكستان في أفغانستان قبل أن يقرر الرئيس دونالد ترامب أي تحركات ضرورية لتغيير المسلك الباكستاني. نبقى الآن مع الصفحة الرياضية. سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل السلبي أمام البيرو في المباراة التي جمعتهما في ملعب لابومبونيرا بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس ضمن منافسات الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وفشل ميسي ولاعبي المنتخب الآخرين في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإنعاش أمل التأهل، بينما نجح دفاع البيرو في الصمود أمام طوفان الهجمات الأرجنتينية على مدار التسعين دقيقة. استمرت التحضيرات لاستضافة مونديال 2018 في روسيا كما يجب، فالروس لا يلعبون في هذه الأمور وتحديدا الرئيس فلاديمير بوتين الذي يحاول استضافة أجمل بطولة عالمية على مر التاريخ. ويعرف بوتين أن هناك بعض التأخير في ملعب سمارة الذي يتسع ل 45 ألف متفرج وسيقام عليه 6 مباريات بينهم واحدة في الدور ربع النهائي، لكنه واثق من المهندسين والعمال خاصة وأن الجميع يعمل اليوم ضد الساعة. طلبت مقاطعة كاتالونيا الحوار مع الحكومة الإسبانية لحل أزمة الاستقلال عن إسبانيا، ويعود هذا الطلب إلى أعمال الشغب التي افتعلتها الشرطة الإسبانية مع الشعب الكاتالوني الذي توجه إلى صناديق الاقتراع الأحد الفائت. وقررت المحكمة العليا الإسبانية تعليق حصة برلمانية كاتالونية بعد الشائعات حول استمرار الاستفتاء. في هذه المناسبة رأى رئيس نادي برشلونة خوسيب ماريا بارتيماو أن ما وصلت إليه المقاطعة لا يحتمل، لكن النادي سيتابع خوض منافسات الليغا والفوز بها في فترة لاحقة. إلى هنا نصل إلى الختام، إلى اللقاء.